قد لا أضيف الكثير عن قصة وقضية جعفر لأن أسباب اختفائه واعتقاله غامضة لا زالت لحد الآن. بالطلاعي على قصته واختفائه لأسباب غامضة وأيضا بالتواصل مع ذويه وحسب إفاداتهم لا يوجد حتى الآن خيط مؤكد على سبب اعتقال جعفر، خصوصا أن الحكم الذي صدر بحقه وهو 6 شهور قد صدر منذ فترة طويلة تقريبا ما يقارب منذ عام 2013 أغسطس حسب إفادة أهله. ولكن مع من تم اعتقالهم مع جعفر هناك إفادات بأن التحقيق جرى عن أمور سياسية في البحرين وأيضا خارج البحرين، ولا تزال أسباب اعتقاله مبهمة وغامضة. ما يمكن جزمه الآن بأن جعفر قضية وضحية اختفاء قسري منقطع تماما عن العالم الخارجي، منقطع عن التواصل عن ذويه، ذويه بحاجة إلى اتصال واحد يطمئنهم عن حاله ووضعه حاليا ومصيره. الأمر الذي يجعل الأمر يجعل وضعه سوءا ويزيد ذويه قلقا على مصيره أن أهله قاموا بالتالي: أولا تقدم بخطاب لوزارة الخارجية منذ بداية الأسبوع الماضي ولم يردهم أي جواب حيال ذلك، تواصلوا مع السفارة الأردنية في البحرين ولم يردهم أي جواب، تواصلوا مع السفارة البحرينية في الأردن وأيضا لم يردهم أي جواب، تواصلوا مع القنصلية في الأردن ونشرت قصته أيضا وقضيته في الجرائد المحلية ولا يوجد أي صدى حقيقي حيال مصيره، تواصلوا أيضا مع منظمات حقوق الإنسان المحلية ولا زالت المنظمات في الأردن وفي البحرين أيضا ولا زالت هذه المنظمات في البحرين تتواصل مع منظمات حقوق الإنسان في الأردن، والنتيجة مصير مجهول وسط تكتم المؤسسات التابعة لحكومة البحرين وتجاهل لمصيره وقلق ذويه. الآن أيا كانت أسباب اعتقال جعفر فمن حق المعتقل التواصل مع ذويه ومن حق أهله الإطمئنان عليه ومن واجب الجهات المعنية الكشف عن مصيره حتى وإن تظاهرت السلطة بعدم ضلوعها في قضية المختفي قسريا جعفر، يبقى اللوم الأكبر واقع على حكومة البحرين على تحملها مسؤولية سلامته ومصيره. السلطة في البحرين بإمكانها معرفة مصير جعفر ولا يمكنها التنصل أو المماطلة أو معاملة أو إهمال ذويهم بالكشف عن مصيره. نحن في بلد الحكومة تقول بأنها تحرص على سلامة المواطن البحريني وتهتم بالطاقات العلمية والشبابية، هناك طالب علم عمره 22 سنة يدرس في دولة عربية بحريني الهوية يحمل الجواز البحريني اعتقلته السلطات الأردنية لأسباب مجهولة مختف قسريا وأخباره منقطعة لمدة 19 يوما، هل يعقل أن لا تعرف الجهات المعنية التابعة للحكومة البحرينية موضوع الطالب وأسباب اعتقاله؟ هل أجهزة الدولة في البحرين عاجزة عن معرفة مصير مواطن بحريني منقطع أخباره منذ 19 يوم؟ هل هذا السكوت تعمد وتهميش ومماطلة أو انتقام وتمييز؟ ألا يحق لأي موقوف معتقل التواصل مع أهله ومحاميه حسب الاتفاقيات واللوائح النموذجية لحماية السجناء وحقوق الإنسان؟ نحن كنشطاء حقوقيين نطالب بالجهات المعنية في البحرين بالتواصل مع المؤسسات المعنية، الجهات التابعة لحكومة البحرين بالتواصل مع المؤسسات المعنية باعتقال جعفر في الأردن والكشف عن مصيره المجهول الذي تجاوز الأسبوعين، وأيضا المتابعة المستمرة حيال مصيره وملابسات وظروف اعتقاله بحكم أنه طالب بحريني ومسؤولية الدولة هي الحرص على سلامة المواطن أيا كان موقعه في دول العالم. أيضا نطالب بوضع حد لازم لحالات الاختفاء القسري التي تطال المواطنين داخل البحرين وكذلك خارجها كما حدث سابقا لمستهدفين سياسيين اعتقلوا من قبل سلطات أمن دولة أخرى وتم جلبهم للبحرين وانقطاع أخبارهم لاحقا وبالتالي أيضا تعرضهم للتعذيب.